بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الثلاثاء من الأسبوع الرابع من الصوم الكبير واللي بينتهي بحد السامرية، ونبدأ بنبوة من أشعياء النبي. وكلمة جميلة يقولها أشعياء النبي تصلح تكون تدريب للصوم: إلى اسمك وإلى ذكرك تشتاق نفوسنا. كلكم عارفين أنه تدريب صلاة يسوع أو ذكر اسم المسيح شهوة روحية. إحنا في الصيام بننتقل من الشهوات الجسدية إلى الشهوات الروحية، من التركيز على اسمي أنا كشخص مهم، أحب مديح الناس وأحب مزاجي وأحب راحتي، إلى اسم الله اللي يشغلني عن نفسي. تدريب صلاة يسوع بيطلعنا بره ذاتنا شوي، يعني احنا مهمومين بنفسنا، مشغولين بحالنا ومالنا وعيالنا ومشاكلنا. انما لما افضل طول الصوم اقول له: يا رب يسوع اشكرك، يا رب يسوع بحبك، يا رب يسوع ارحمني. ذكر اسم يسوع معناه في شخص اخر شغلني عن نفسي. عشان كده في سفر النشيد يقول: اسمك دهن مهراق. يعني ايه؟ يعني اول ما بتنادي على اسم ربنا في ريحة حلوة بتطلع منك، كأنك دلقت طيب على راس المسيح والطيب ده طالك، يعني انت نفسك بقيت ريحة المسيح. بينما الانسان اللي بينادي على نفسه، يعني بيفكر في نفسه ومشغول باسمه هو، ده ريحته مش حلوة، لانه الذات دي اساس خطايا كتير قوي. فاذا اشعياء النبي النهاردة بيبدأ معانا، بيراجع معانا تدريب مهم، فرصتنا نشبع باسم ربنا طول الصوم، نصرخ اليه ليلا ونهارا باسمه، لانه ليس اسم اخر تحت السماء بينبغي أن نخلص. أما إنجيل باكر النهاردة يقول متى 21: ماذا تظنون؟ كان الإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني امضي اليوم واعمل في كرمي. فأجاب وقال: ها أنا دا يا سيدي، ولم يمضي. اللي عنده ذات يظهر الطاعة ولا يطيع، يبين شكله حلو مؤدب مهذب لطيف بيقول حاضر انما ما يعملش حاجة. انما الانسان اللي ما عندوش ذات تلقائي يجوز في الاول يقول لا، وبعدين ضميره يتعبه. يعني اللي ذاته كبيرة يتكلم كتير ويوعد كتير ويعمل قليل، اللي عنده انكار نفسي يتكلم قليل ويعمل كتير. فجاء إلى الثاني وقال له أيضا هكذا، فأجاب وقال: لا أريد. في الأول لا أريد، بس ضميره تعبه، ما قدرش يقول لأبوه لا أريد أنا، لا أنا إيه، أبويا يريد، خلاص مش مهم أنا أريد. ولكنه أخيرا ندم ومضى. من من الاثنين عمل إرادة أبيه؟ وكأنه بيفكرنا لسه بالابن الضال، بيقول مين في الآخر اللي عمل إرادة أبوه؟ الابن اللي ساب البيت ولا الابن اللي كان قاعد في البيت؟ طلع اللي ساب البيت لما تاب عمل إرادة أبوه، واللي قاعد في البيت أهو منظر فضل برا البيت في الآخر وما عملش إرادة أبوه. فالعبرة بالنهاية، لكن كمان فيها فكرة الخضوع الحقيقي مش الخضوع بالكلام. ممكن واحد يسمع وصايا الإنجيل ويعجبه لكن ما يعملش حاجة، يبقى ذاته كبيرة لأنه متصور أنه عارف الكلام. هتفرق إنك عارف، المهم عملته ولا ما عملتوش. زي اللي بنى بيته على الرمل فرحان بشغله، بس ده بيت على الرمل مش هيستحمل. خلي عندك انكار نفسي، يبقى بيتك على الصخر، تبقى بتطيع بجد وبتخضع بجد، مش بتاخد كلام الانجيل عشان تقوله للناس وتتباهى انك عارفه، بتاخد كلام الانجيل تعيش بيه وتكسر ذاتك بيه. بولس النهاردة من افسس 4 برضو هركز على معنى واحد، بيتكلم عن أنواع المواهب الروحية في الكنيسة. يقول: إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى مقدار قامة ملء المسيح. الوحدانية، ناس كثيرة النهاردة بتتكلم على وحدة الكنيسة. الوحدانية غير أنها تحتاج إلى إيمان واحد، عقيدة واحدة، تحتاج إلى تواضع، تحتاج إلى إنكار نفس. لأن لو كل واحد قال أنا، عمرنا ما نبقى فريق وعمرنا ما نبقى جسد واحد، مش ممكن نبقى عيلة واحدة. لأنه في الجسد الواحد مفيش عضو يفتخر على بقية الأعضاء، ما
ما فيش واحد بيعاوز يظهر في الآخر مصلحة الجسد الواحد هي اللي تحكم. فهنا أكتر حاجة مخلية خدمات كتيرة متعطلة إن كل واحد بيقول أنا. إنما لو كلنا بنفكر في المسيح نفسه وإرادته وطلباته، أو بنفكر في الآخر اللي هو شاغلنا المخدوم نفسه وتختفي الأنا، هتلاقوا بسهولة جدا كل الخدام توحدوا وانطلقوا في خدمة جميلة وعملوا إرادة الله، وبقى فعلا إلى قياس قامة ملء المسيح. سر مشاكل الوحدة في كل مكان هي الأنا. اللي يعرفوا يقولوا أنا ما أنا سهل قوي يتوحدوا وسهل يعيشوا في سلام. حتى على مستوى البيت الواحد، الراجل ومراته، كلمة أنا هي اللي بتبوظ العلاقة. إنما لو كل واحد بيقول هي وهو وأنت قبلي وأنت قبل مني، سهل جدا يعملوا وحدة ويعيشوا في سلام. أما إنجيل النهاردة فقال له واحد أتبعك إلى حيث تمضي. هذا الشخص اللي جاي بيعلن أنه يتبع المسيح، منين ما يروح يختفي وراء هذا الادعاء ذات. ليه؟ عاوز يقول له أنت مش واخد بالك مني ولا إيه؟ ده أنا ماشي وراك في كل حتة، ساعة ما تعين بقى تلاميذ حطني في اعتبارك، أنا جاهز أنا كويس. زي اللي عاوز يوصل إلى منصب من خلال تبعيته للمسيح. عشان كده تلاحظوا الرد جه غير متوقع. كنا نتوقع المسيح يقول له أيوة أنت كويس وماشي وراي على طول. قال له حاجة غريبة، قال له للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فلا موضع له أين يسند رأسه. صحيح لها معاني كتير، لكن من أهم معانيها في أفكار وحشة في دماغك وفي تعالب في دماغك. أنت مركن كرامة ومجد وعاوز تكسب من الخدمة ورايا، وعاوز تمشي تتباهى تقول أنا تلميذ المسيح، يمكن عاوز لك تعمل شوية معجزات. أنت جواك تعالب وطيور، لكن أنا مش جواك. ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. كتير من اللي بيتبعوا ربنا يسوع ما بيكونش المسيح هو الهدف، بيكون ما وراء المسيح من مصالح هو الهدف. فلما تيجي تقول له أنا ماشي وراك على طول، راجع نفسك ليكون للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار. راجع أفكارك وأنت بتفرح بالكرامة بالمديح بلمة الناس بأن يقولوا عليك متدين. هل بتنبهر بأنك أنت تصلي قدام الناس عشان يقولوا عليه لعلة يطيلون الصلوات، ولا تعمل صدق عشان الناس تشاور عليك؟ كل دي تعالب وطيور. جاء عند واحد تاني ربنا يسوع هو اللي قال له اتبعني. أما الراجل ده قال له إيه؟ طب إئذن لي أولا أن أذهب لأدفن أبي. غريب أنه ما ادالوش الإذن برضه، لأنه طب ده راجل عاوز يروح يدفن أبوه. مش معناه أن أبوه مات، معناه أنه أبوه يعني عجوز وقرب يموت، وتبعية المسيح طبعا هيسافروا وهيتحركوا. فقال له طب اديني إذن بس أدفن أبوي. قال له إيه؟ دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله. كأن الرسالة لو مشيت ورا المسيح، حتى منطقك العادي، حتى ميولك الطبيعية، سيب ربنا اللي يقول إيه قبل إيه. الأولوية يحددها ربنا مش تحددها أنت. ربنا يعني هو اللي علمنا إكرام الوالدين، لكن أحيانا بعض الأفكار اللي تلزمنا بالتزامات تكون معطلة لحياتنا الروحية. فقال له بص، دفن الموتى ده موضوع بسيط ولو ناسه، إنما إحنا رايحين نصحي موتى، إحنا رايحين ننادي بالملكوت، إحنا عندنا رسالة أهم. أحيانا الشخص اللي يبقى محبوس في ذاته يبقى محبوس في مجموعة من الأفكار التقليدية الشائعة. طب أنت سألت ربنا عاوز إيه؟ أنت عارف ربنا أولوياته إيه؟ أنت بتمشي بدماغك ولا بدماغ ربنا؟ أما الشخص الثالث اللي قال له أنا كمان همشي وراك، قال له بص بقى إيه أصله، قال له أنا عاوز أودع أهل بيتي، قال له اللي يحط إيده على المحراس ما يبصش ورا. كأن ربنا بيقول لا أنت ولا الأهل ولا الناس ولا شيء يجي قبلي. اللي هيلغي ذاته ما يحطش مطرحها أبوه أو أمه أو أخواته أو ولاده. اللي هيلغي ذاته يحط في الأول خالص ربنا، وربنا بعد كده يستف الناس مين بعد كده. لكن إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد
أو حقولا أو بيوتا أكثر مني فلا يستحقني. يبقى أنا ما أنا مقصود بها ربنا هو الأول، ملكوته أولا وبره، وهذه كلها تزاد لكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.